تاج ايه، تاج المكتب شكله عامل ازاي، تاج ديكوريشن عامل شكلها عامل ازاي. دي الحاجه الاولانيه، وكان مشكلته فيها ان النهارده مفيش سستينبل كونسامشن، يعني الناس تستخدم زي ما بيقول كده في يعني في استخدام جائر. وهيوضح بعد كده ان هو ابتدى يروح لحاجات زي ان النهارده عملنا خدمه تاجير اساس جربوها واتنفذت النهارده. انت ممكن تاخد الاساس ده تستفيد بيه فتره وتقدر ترجعه لنا تاني، واحنا لما ترجعه لنا تاني احنا هنشوف ايه اللي باظ فيه او ايه اللي نقدر نصلحه، نغير فرش، نظبط حاجه بتاع وهنبيعه تاني. ودي سايكل اللي هم عايزين يشتغلوها في الـ في الـ في الدايركشن الثاني. الدايركشن الثاني اللي بيركز النهارده على الريسورس افشنسي والكلايمت فوت برنت والماتيريال يوز والسورسنج، انا بجيب الماتيريال بتاعتي منين؟ والنهارده البرودكشن امباكت، انا الامباكت البرودكشن بتاعي الامباكت بتاعه على الكوكب اللي احنا عايشين جواه، واللوجيستكس امباكت والاوبريشنز امباكت. فهو رايح للشغل الثاني النهارده اعمل منظومه اعاده تدوير وابقى شركه بتعتمد على اعاده التدوير في كل منتجاتي. فهو مركز النهارده ان انا كل البرودكتس بتاعتي وبالسوليوشنز بقى، يعني هو راح ياجر اساس، فالنهارده انا مش عايزك تاخد اساس وترميه، لا هترجعه لي تاني. وعملوا خدمه بعد كده ان انا هشتري منك الاساس المستخدم، هتقول لي تاني انا هبيعه، يا اما لو هو حالته كويسه هبيعه كمان كسكند هاند بس خارج من اسم ايكيا بواسطتي، او ان انا النهارده هبتدي اعيد تدوير المواد دي. الاستراتيجيه الثالثه بقى وهي او الدايركشن الثالث، الاستراتيجي هو بيركز على البيبول، بيركز على المساواه، وبيركز على الورك انفايرمنت بقى للناس اللي شغاله عنده. النهارده احنا بنتكلم في 225,000 واحد بيشتغلوا جوه ايكيا بالفرنشايزز بتاعتهم. فاحنا بنتكلم كمان في وسط يعني اللي حاصل كله حوالينا، هو بيركز بقى النهارده ازاي احمي الناس بتاعتي كهيلث اند سيفتي، الناس النهارده اشتغل بقى بقانون العمل الدولي ومتطلباته، وكمان بيعمل ده مع السبلايرز، وهنشوف بعد كده في السلايدز اللي جايه. طيب دي الاستراتيجي هيلث اند سستينبلتي ليفنج. الشق الثاني السيركلر كلايمت بوزيتيف، ان انا النهارده ابقى شركه قايمه على اعاده التدوير لكل المواد بتاعتي، وكمان الكلايمت بوزيتيف ان انا ابقى ليا تاثير ايجابي على المناخ العالمي. والفير والايكوال الجزء الخاص بالبيبول. طبعا كل الاستراتيجيات هي راحه سنه 2030، هو عايز النهارده سنه 2030 يكون بيمكن